نعم بقى تعالوا نروح نشوف معاكم ارائكم ايه او توقعاتكم ايه للماتشين المهمين جدا النهارده، الاهلي مع المقاولين العرب الساعه 8 والاسماعيلي كمان والزمالك في نفس الميعاد. تعالوا نشوف رديتوا علينا وقلتوا لنا ايه. ام ملك بتقول ان شاء الله الاهلي يفوز بالمباراه وبالدوري. كمان محمد محمود بيقول 2-0 للأهلي إن شاء الله. خالد حسين بيقول فوز الأهلي 2-0، فوز الإسماعيلي 1-0. جونيور بيقول فوز الأهلي بالدوري إن شاء الله. هشام بيقول فوز الأهلي 3-0 وتعادل الزمالك 1-1. صوفي بيقول إن شاء الله الفوز للنادي الأهلي وتعادل الزمالك. أمل بتقول الأهلي هيكسب 3-2 المقاول، هيكسب 3-2-0 المقاولين العرب، أما الزمالك فهيتعادلوا 1-1. إن شاء الله فوز الأهلي 2-0 وتعادل الزمالك والإسماعيلي 0-0. تايجر بيقول الأهلي 2 المقاولين 1 الزمالك 2 الإسماعيلي 0. أحمد زيزو بيقول الأهلي هيكون مباراته صعبة جدا بس حاسس هنتوج بالدوري اليوم. أحلى مسا عليك يا شيما، شكرا يا زيزو. دي كانت الاراء والتوقعات اللي وصلت لنا النهارده ردا على سؤال حلقتنا، توقعاتكم ايه لمباراه النادي الاهلي مع المقاولين العرب والزمالك مع الاسماعيلي.